رخصة سياقة بطاقة رمادية ورخصة سياقة الصنف سياقة الدراجات النارية. وصل سحب الوثائق هذا وين نحاوهم لك؟ علاش؟ اصلا ما عنديش رخصة سياقة ومازال ما خدمتهاش. راني خدمت فيها مثلا في الحالة هذه تحول الدراجة. الدراجة تتحول حتى دير رخصة سياقة هكذا الأخ. ولا شوف باش تكون في العلم، الدراجة عندك الرخصة الخوضة والقفازات، ومن المستحسن تجي تلبس الفيستا هذيك اللي تبروتيجيك اونكا طيح يوقع لك حادث، باسكو على باك الدراجة راك في الهواء، سموها الدراجة النارية ذات محرك، كاين قوة واحد قوة اثنين، تاعك واش من تو شنو 150 125 150 قوة اثنين، هذه قوة اثنين تنساق بالقفازات والفيستا باسكو هذه فيها السرعة، وكذلك الخوضة وخاصة الخوضة راك تحمي 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 راه في صراحة حادث الكلمة الأولى يقول له سلامت راسك، فهمت؟ هذه هي الآن عندك الخوضة والقفازات ومام الصدرية اللي باش تحميك عند السقوط، فهمت؟ درك تايا مسحبين لك الوثائق. الدراجة توقفها حتى تسوي الوضعية تاعك. أنت درك راك تسوق بلا رخصة. في الحالة هذه الدراجة تاعك تتحول للأمن الحضاري. نهار تدير رخصة، نهار دير رخصة سياقة وبطاقة رمادية وشهادة تأمين واللوازم اللي تسوق بهم، دور واحد ما يحبسك، فهم؟ دور كيما تحب واش تخدم بها تليفري ويتيديو في الجامعة. خلاص الاخ دوك اغلق دوك، حنا الاجراء تاعنا نديرو صح.